مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ونروح بقى جولة سريعة في أهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم. معنا للتعليق عليها الأستاذ أحمد رفعت، الكاتب والمحلل السياسي. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير. كل سنة وحضرتك طيب. الحمد لله. الله يسلمك عودا كريما حميدا. وخلينا نبدأ من اليوم السابع، وبالتأكيد يعني ملف مهم جدا، ملف السودان. كلنا بنتابع أولا بأول بالتأكيد ما يحدث في السودان الشقيق. اليوم السابع صفحة 3، عودة المصريين من السودان، ملحمة الإجلاء والفداء. الدبلوماسية المصرية تقدم شهيدا جديدا ضحية للنيران الفوضى. العائدون نشكر السيد الرئيس وسودانيين مصر أخت بلادي. طبعا احنا نتكلم دايما على دور مصر اللي احنا متعودين عليه. احنا دايما مصر هو الحضن الكبير اللي بيتسع للجميع. كل الدول العربية ما بيبقى فيه اي مشكلة او اي حدث لا قدر الله او اي ازمات، دائما بتكون الملجأ الاول والاساسي مصر. فبالتأكيد في دور مهم جدا. شفنا طائرات عسكرية، شفنا نقل المصريين سواء كان جوا أو بحرا، أو حتى إجراءات تيسير الدخول برا. العديد من الجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية في ملف السودان، خلينا نبرز هذه الجهود. وكمان كلام حضرتك صحيح على مصر الشقيقة الكبرى والوطن. كل الأزمات بالتأكيد بتبقى مصر. ده ساطع الحصر للمفكر القومي الكبير أي لكل عربي وطنان، مصر وبلد. حقيقي. فاحنا وعندنا الحمد لله قياده عارفه قيمه مصر ومكانه مصر، ومش هتسمح انه التاريخ يسجل اي حاجه خارج يعني المعروفه عن دور مصر. لكن احنا طبعا اداره ملف الازمه يعني معلش اسمحي لي اكبر من الاجراءات الموجوده على الارض في اجلاء المصريين. حقيقي. اوسع من كده، لان احنا من بدري قارين الصوره. يعني احنا مثلا اول ما اشتغلت المظاهرات في 2019 23 ابريل، 10 اغسطس، 17 اغسطس، 22 مارس 2022 لغايه مارس 22 وانت شغاله بتجيبي اطراف الازمه كلها في لبنان في السودان علشان تنقذي الموقف من التفجير اللي حصل. جايبه اتحاد القوى والتغيير، جايبه الائتلاف المجلس الانتقالي الحاكم، جايبه قوى المعارضه، وقعدتيهم مرارا عشان يوصلوا للحلول. فمن بدري وانت قاري الموضوع. انت في من ابريل 2019 الاول 21 انت بعت 182.5 طن مواد طبيه، لان عارفه اللي بيحصل هناك. انت في كملت بقى 21 5 مليون جنيه ادويه الملاريا اللي اتبعتت. انت في سبتمبر اللي فات في السيول اللي حصلت في السودان. فانت مع الاشقاء في كل المواقف. انت طورتي حتى علاقاتك الاقتصاديه، كان اقل من 400 مليون دولار التبادل التجاري، واصل مليار و200 مليون، يعني 826.8 صادرات مصريه للسودان، 336.8 واردات من السودان، لان في حاجات كنت بتجيبيها من دول تانية ابتديت تجيبيها من السودان عشان هم اولى واسهل واسرع وارخص وكل حاجه. فنشطتي علاقاتك كلها. يعني في سفير سوداني سابق بيتكلم على انه محمد الياس بيتكلم على 4 مليون سوداني في مصر. منظمه الهجره هو بيتكلم على 5 مليون، منظمه الهجره بتتكلم على 4 مليون. رئيس القنصليات والجاليات في الوزاره الخارجيه السودانيه بيتكلم على 8 مليون. بيتكلم على 22 ألف طالب سوداني دخلوا الجامعات المصريه في 22، 90% تخفيض في الرسوم. الرئيس السيسي في مارس 22 اعفى كل المتخلفين عن تجديد الاقامه من الرسوم، وكان اجراء يعني اراح طبعاً كل السودانيين في مصر، وعمل يعني صدى واسع في السودان. فانت على خط الازمه من بدري، ومن بدري انت مطوره ارقين ده اللي بتعبر منه انها في 2016 عاملاه علشان يعني اولا انت عاملاه اصلا علشان طريق القاهره كبتون وطريق الاسكندريه بحيرة فيكتوريا، يعني المشروعات اللي الربط اللي عاملها مصر كان السودان أول محطة. ربط بري، ربط نهري أو بحري، ربط كهربائي، السودان أول محطة والحمد لله. فمن بدري عاملة حسابك لكل حاجة. اللي تخش بقى على الجانب اللي حاصل النهاردة بعد الأزمة. أنت ثلاث خطوط، الجانب السياسي، الجانب القيادي بقى اللي فيه خليه الازمه على اعلى مستوى واكبر، او وزارات الوطنيه والمؤسسات الرفيعه في مصر، الدفاع، الداخليه، المخابرات العامه. من اول لحظه خليه ازمه موجوده باشراف سياده الرئيس بشكل مباشر. انت الجانب السياسي، شوف في اول دقائق انت ما فيش جهه في العالم ما اتصلتيش بيها. جامعه الدول، الاتحاد الافريقي، الاتحاد الاوروبي، المؤتمر الاسلامي، الايجاد، كله اتصلت بيه من اول لحظه
وزير خارجيه السعوديه وعاملين مبادره مع السعوديه. دوله جنوب السودان وعاملين مبادره في اول ساعتين مع دوله جنوب السودان لانقاذ الموقف. وزير خارجيه جيبوتي، وزير خارجيه جزر القمر امبارح، وزير خارجيه كندا. رئيس السيسي على تحركات في جميع الاصعده الحقيقه وعلى كل الاصعده. الجانب بقى على الارض ما سبتيش وزير خارجيه فرنسا. يعني على الارض بقى انت عامله شغل كبير جدا، لازم الناس تعرف. ايوه. إن اولا انت يعني لغايه لسه كام ساعه اللي فاتت وزير النقل المصري بيتكلم قسطل ده المعبر وده بقى وادي حلفه بينزل على بحيره ناصر، عباره بقى تجيب الناس لابو سمبل عندنا في مصر. فده 1297 مواطن. أرقين بقى المعبر الاكبر بيتكلموا، شوف لسه كنا بنتكلم 134 مصري، 334 مصري، 536 مصري، امبارح بالليل 904، النهارده بتتكلمي على بقى مصر بقى المصريين وغير المصريين 8897 مواطن. في ظل الازمه اللي لازم برضو الناس تبقى عارفه، انت بتتكلمي على اوضاع صعبه جدا في السودان، المسائل مش زي يعني مش مهياش مصر القاهره اسوان والطريق الناس تتفسح، لا ده انت بتتكلمي يعني مثلا الخرطوم ارقين 856 كيلو، 856 تزودي بقى 150 كيلو لغايه اسوان، يعني بتتكلمي على تقريبا اقل من 1000 كيلو الا قليلا الخرطوم اسوان. بتتكلمي على 1287 كيلو متر بين ام درمان واسوان. بالظبط. يعني قد هنا قد القاهره اسوان مره ونص. اللي احنا بنروحها في 12 14 ساعه. تخيلي بقى كسلة مثلا المدينه الثالثه في السودان 2196 كيلو، 53 ساعه المقرر لما تمشي ده بقى جوه السودان في ظل قتال وطائرات ومدافع ورصاص، انت عامله معجزه عشان تنجي الناس وتمشيها في امان. يعني المساله مش حقيقي. مش نزهه الناس، بس تعرف ان احنا عندنا اجهزه شغاله في ظروف صعبه جدا. حقيقي. الحمد لله عندنا تجارب في انقاذ مصريين في ليبيا قبل كده، وعندنا تجارب في اجلاء مصريين اوكرانيا واماكن تانية طبعاً. كتير، لكن وعاملين يعني الامور مع المصريين في الخارج اتغيرت كتير بعد 2014، وعندنا يعني امثله نقعد نتكلم كتير، لكن انت باذله مجهود جبار علشان الناس دي تطلع، ما هيواش بسهوله. وبعد كده تيجي بقى تجيبيهم ارقين، اللي ما معهوش تاشيره يعدي، بس لازم يبقى معاه ورق ثبوت طبعا عشان احنا بس لازم الناس تبقى لازم مطمنه انه عندنا. أيوة. جنائيين ممنوعين، جنائيين سياسيين. أيوة. ممنوعين. اسماء ترقب وصول، مش هنسمح يعني عشان الناس بس في الناس عندها تصور الناس تعدي من غير تاشيره يعني تعدي وخلاص. أيوة. لا دول مش رايحين سينما ولا رايحين داخلين مدرسه. لا داخلين من بلد لبلد. فشوفي بقى الاجهزه بتتعب في كل ده. انك تعدي الناس كلها وتعمل كل الاجراءات دي والسيوله بتاعت الحركه الشغاله. حقيقي. وصلنا ادينا اهو 10000 يعني 194 مواطن اجمالي ارقين وقسطل في زمن قياسي، وعامله كل الاجراءات دي. وبعد كده تيجي انت الاستنفار الكامل، الهلال الاحمر انت على اتصال بيه السوداني، والصليب الاحمر الدولي انت على اتصال بيه، والهلال الاحمر المصري موجود في اسوان على الحدود وبيستقبل الناس صحيا وانسانيا، لانه في اكل مجهزين للناس وسائل اكل، وجاهزين للناس خطوط محموله عشان اللي عايز يتصل باهله يقدر يطمنهم انا خلاص دخلت الحدود المصريه. فانت عامله شغل، شوفي على الجانب القيادي مرة تانية. على الجانب السياسي، الجانب الاجرائي. حقيقي. على الارض عامله جهد جبار جدا. حقيقي. وطبعا ان شاء الله نتمنى مره تانية كل الخير لاشقائنا في السودان، وربنا يصلح الاحوال ونروح للوطن. وكل سنه وحضراتكم طيبين. الذكرى ال 41 تحرير جزء الغالي جدا جدا على قلوبنا جميعا، ارض الفيروز وسيناء ارض البطولات. الوطن عامله ملف مهم جدا الحقيقه من صفحه واحد، بعد كده يعني افردت لي يمكن خمس صفحات، ثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه، فملف مهم جدا. خلينا نبدا من الصفحه الاولى، منشط الوطن: ترصد جهود التنميه الشامله بشبه الجزيره في الذكرى 41 لتحرير سيناء، سيناء ارض البطولات. السيسي: تحرير سيناء من الاحتلال والارهاب كان عهدا والتزاما، ونبذل جهودا ضخمه لتنميتها وتوفير واقع جديد يليق بها باخلاص للنيه وصبر على العمل. الرئيس: المنطقه كانت مطمع، ودي حته مهمه جدا هنتوقف عندها بالتاكيد، مطمع للهزاة ومحط لانظار الطامحين والطامعين عبر التاريخ، والارهابيون جاءوا اليها لفصلها عن الوطن وتغافلوا عن جيش مصر العظيم. كل سنه حضراتكم طيبه طيب. وشعبنا كل سنه طيب. وكل مصر طيبه، وعوده بالتاكيد لارض الفيروز، وجزء مهم جدا جدا
جدا سيناء. خلينا نتكلم بقى الملف مهم جدا، بنواجه كل التحية لزملائنا في الوطن على هذا الملف. نتكلم على البنية التحتية، على 5 أنفاق جديدة بتكلفة وصلت 35 مليار، والخطة موازنة، مخطط للوصول بعدد السياح ل 30 مليون، 9 مليار جنيه تطوير شبكة الكهرباء. يعني في جهود كبيرة بالتأكيد في أرض البطولات. سيناء، احنا كم مرة اتكلمنا انه الكلام على التنمية السيناء ده محتاج يوم مفتوح، محتاج ايام مش يوم، محتاج ايام، لانه خلاص احنا دلوقتي شوفي الوطن الزملاء الاعزاء عاملين ملف محترم حقيقي، وبيتكلموا على 35 مليار تكلفة الانفاق. كل ما هتخشي تتكلمي في سيناء بالمليار دلوقتي، يعني بتتكلمي مثلا على 5 موانئ جديدة، العريش البحري، نويبع البحري، بورس شرق بورسعيد البحري، الانطرة الشرق البري، طابة البري، 44 مليار على طول. تكلم على 17 تجمع بدوي جوه سيناء، 8 مليار على طول. احنا بنتكلم بالمليارات، بالمليارات. تكلم على 5 مطارات جديده، يعني البردويل وسانت كاترين وطابه وشرم الشيخ والطور، 11 مليار. تتكلمي على الكهرباء بقى، لانه انت بتعملي محطات، بتعملي شبكه داخليه، بتعملي محولات، بتعملي خطوط مزوده نص جيجا جوه سينا، تقريبا 472 ميجا، 49 مليار. يعني وادي الانفاق ابتدينا 35 مليار. الكلام بالمليار دلوقتي في سيناء، يعني انت لانه برضه لازم يعني الساده المشاهدين احنا بنوضح، ويمكن من العناوين المهمه الحقيقه اللي لازم نتوقف عندها، التنميه تصنع المستقبل فعلا، هو لازم نزرعها بالبشر عشان نعمل. شوف سياده الرئيس بتتكلم انها مطمع للغزاه، مش هتفضل طول عمرها يد مصر المجموعه، كل ما حد يجي يضايقنا يمسك لنا سينا. مفيش كلام، مش هيبقى لما نبقى فيها 5 6 مليون مفيش اي مجنون يجي يهاوب تاني ويفكر 1000 مره، لانه التكلفه هتبقى عاليه ومستحيل يجي. ده مش هيحصل غير بالتنميه. النهارده بتتكلم على 10 جامعات، بتتكلم على 150 مدرسة جديدة تعليم أساسي، بتتكلمي على 50 مستشفى ووحدة صحية جديدة، بتتكلمي على شبكة الطرق، يعني 56 مليار برضه، يعني لأن أنت أصلا عاملة 3067 كيلومتر، في طريق 464 كيلومتر شرم الشيخ لقاسم سينا بالطول ده لغاية شرق بورسعيد، 5.6 مليار جنيه على طول لوحده كده. تكلم على طريق العوجه الاسماعيليه 221 كيلومتر، ده 2 مليار 15% يعني 2 مليار 150 مليون. تكلم على طريق النقب، راس النقب، حضرتك دلوقتي احنا فاتحين زي ما بنقول كده ملف البنيه التحتيه، بس فبنتكلم في نقله نوعيه في البنيه التحتيه، 3.5 مليار 321 كيلو. فيعني دلوقتي يعني فكره الالاف والمليونات دي لا لا مفيش كلام، ده صح، لان 700 مليون فعلا رايحين لسيناء. سيناء 61000 كيلومتر. انا عايز اقول لحضرتك الدلتا اللي هي فيها 20 مليون مواطن، دي اللي فيها محافظات الدلتا، 12375 كيلو، يعني سيناء دي قد الدلتا 4 مرات ونص. شوف عشان لما تعمريها من تاني، لان طبعا حلم التنميه اللي تاجل 40 سنه النهارده بيتحقق والحمد لله، وماشي في كل الاتجاهات، كهرباء، محطات ميه، مواني، مطارات، مساكن. بنتكلم عن سينا لازم بنتكلم على 4 مدن الشهداء والتحرير، خصوصا في تحريرها، فاحنا حررناها مره تانية. نقدر نقول السنه دي ان هو رجعت مصر او رجعت سيناء مره تانية خاليه الحمد لله، هي ارواحهم تهدى الان. بالظبط، عشان كده لازم نوجه لهم كل التحيه بالتاكيد، ونقف عند برضو العنوان ده، الاهالي زمن التكفيريين انتهى، بلدنا رجعت تاني لينا، ونحن شهود عيان على دحر الارهاب وانطلاق التنميه. فلازم برضو نوجه لهم بالتاكيد كل التحيه، والابطال اللي على قيد الحياه حقيقي، اللي انتصروا ورجعوا وكملوا، وغيرهم راح استلم منهم، وغيرهم اللي اتسابع علشان يروح بدل زمايله، واللي كمل وكان اجاز يعني مدته انتهت وكان ممكن يتنقل مكان تاني واصروا انه يكمل. احنا قدام يعني بطولات ملحمة، ملاحم تحتاج يعني عشرات المسلسلات باذن الله. بالتاكيد، ومره تانية كل سنه مصر طيبه، وسيناء بالتاكيد هتفضل دايما في القلب ارض البطولات. نروح بقى لجريدة الأخبار وصفحة 3، توسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وطبعا ده من الملفات المهمة جدا، مصر بالتأكيد في جهود كبيرة بتبذلها، وإحنا دايما برضو بنأكد على هذا الموضوع في مجال التحول لاستخدام الغاز الطبيعي والغاز أو الطاقة الجديدة والمتجددة. ملف مهم جدا، خلينا نتكلم على الإنجاز أو نسب الإنجاز اللي حصلت في هذا الملف. والله أنا بشكرك على هذا التعبير الإنجاز، لأن أنت قدام في موضوع الغاز، إحنا قدام ملحمة تانية
حقيقي. لازم برضو المصريين يعرفوا انه 8 مليون طن صادراتنا في 2022 من الغاز اللي كنا بنستورده، بنصدر 8 مليون طن. ولازم الناس تعرف ان الطن يعني 2.8 متر مكعب، والمتر المكعب ده 35 قدم، والقدم يعني 28 لتر. طبعا. يعني اضرابي في ارقام بقى اسطوريه، لان معدين 8 مليار الحمد لله صادرات دولار. لكن احنا في موضوع الغاز بنديره بشكل صحيح. يعني لما اللي ما عارفين واحد واثنين من عشرة مليون وحده سكنيه بيدخل لهم الغاز سنويا. حقيقي. احنا عندنا 14 مليون وحده سكنيه، في منهم 8.3 الست سنين الاخيره. يعني بسبب بتولي سيادة الرئيس. يعني من سنه 80 لغايه النهارده دول، واحنا في 8.3 مليون وحده في الكام ست سنين الاخيره. حقيقي. الغاز بقى في العربيات، لانه بالمناسبه 250 مليون انبوبه اسطوانه غاز بتوفر سنويا لكل سنه بندخل فيها الغاز للبيوت. يعني ارقام 8 مليار جنيه سنويا. وبقينا ما خلاص الحمد لله ما بقناش نسمع بقى عن الازمات اللي كنا، وكمان بنتكلم في حياه كريمه ان الغاز بيدخل دلوقتي الكوره يا جماعه. كنا بنحلم زمان ان هو يبقى موجود في المدن. دخل لهم نهائي. 700 في الطريق، 6.4 مليون، 640 الف عميل، يعني 46 الف اسره. وفي 354 قريه بس ماشيين مع الصرف الصحي. بالظبط. فدول جايين ان شاء الله. لكن ما هي المخطط ان مصر كلها تبقى غاز. حقيقي. وموضوع الانبوبه ده يبقى يعني خلاص نخلص منه من بقى المشاكل، ذكرى يعني. طبعا. لكن احنا عندنا 10 الجهاز المركزي اللي تابعه الاحصاء بيتكلم على 10 مليون و900 الف سياره، 5 مليون منهم ملاكي، 22.8 منهم في القاهرة بس. ايوه. 1.3 مليون سيارة بنسبة 11.8 في الجيزة. يعني تخيل القاهرة والجيزة 35% من اللي كان التلوث الموجود في مصر كلها. طبعا. في عشان لما نتكلم على تحويل، احنا 126.8 نسبة الزيادة في تحويل السيارات، عندنا 472 ألف سيارة والحمد لله. كانوا 208 ألف 2014. فعديه يعني كسرنا ال 100% وشوية، لانه ده المستقبل بقى. الغاز الطبيعي، التلوث ما فيش، عندنا 40 مليار كانت تكلفه التلوث البيئي في القاهره الكبرى في السنه، 40 مليار جنيه. عشان الناس لما تتكلم، لما بنعمل فلاتر في المصانع، وشوفي بقى حوالينا حلوان وحوالينا شبرا وحوالينا اكتوبر المصانع، فالحمد لله دلوقتي التداعيات الصحيه كمان ده يعني على كل الناس. عشان كده لما اتكلمنا عن تكلفه كبير. النقل والطرق اللي بتتعمل، وقلنا من جواها تكلفه التلوث البيئي والتلوث الانفاق على الصحه، لازم الناس تصدقنا، لانه اللي حاصل في الطرق ما هوش بس عشان الوقت وخلاص، لا ده ليه اسباب ثانيه وتكلفتها اعلى، ممكن نتكلم فيها مره ثانيه. لكن الوزاره ماشيه، شوفي في الاتجاهات كلها، في تحويل السيارات الى الغاز الطبيعي. بالمناسبه تكلفه العربيه الواحده اللي بتتكلف، اللي بتستخدم بنزين 80 اوكتين في العربيه بتاعته، ممكن توصل 1250 جنيه شهريا. اللي بيستخدم بنزين 92 ده ممكن يوفر 1465 جنيه شهريا لو هيستخدم 10 لتر بس في اليوم. اضربي بقى المضاعف، يعني 140 جنيه للتر الواحد. فاللي ما حولش الغاز يتفضل، التسهيلات موجوده. لا، وتسهيلات ومبادرات تحويل السيارات الحقيقه ملف وانجاز لازم ناكد بالتاكيد. طيب اخر خبر معانا، وصفحه 6 قناه السويس تجدد شبابها 22 قاطره جديده بقوه شد 200 طن للارتقاء بالخدمات البحريه. بنتكلم على ممر الاهم والاكثر والامن على مستوى العالم كله. التجديد مستمر، التطور الكبير في المجرى الملاحي، رفع الكفاءه، قاطرات جديده. خلينا نتكلم برضو ونبرز اهم هذه الجهود، خصوصا قناة السويس مرة تانية، الممر الأكثر والأأمن والأهم بالتأكيد على مستوى العالم. وهو إن شاء الله هيفضل كده، يا رب دائما. كل هو طبعا في إدارة مؤتمنة بتدير الإدارة الذكية، كل ما يبقى في حد يطلع لنا كده بتهويش أماكن تانية يعملوا حوافز ويرجعوا السفن، يعني شطار جدا الحمد لله. والأرقام بتتكلم، يعني آخر يعني إحنا من 2016 للنهاردة، سبع سنين لغاية السنة اللي فاتت، وسبع سنين اللي قبلهم 125 ألف سفينة عدوا، السبع سنين اللي قبل التطوير 135 ألف سفينة عدوا بعد قناة السويس الجديدة. لكن في الوزن بقى 8.2 مليار طن عدوا بعد قناة السويس الجديدة، كانوا 6.2 مليار طن. عندك 2 مليار طن فرق في العبور من قناة السويس بعد قناة السويس الجديدة. اللي طبعا 41.6 مليار دولار لغاية السنة اللي فاتت. لكن لما قفزنا إلى
8 مليار السنه دي عاملين رقم قياسي. شو حضرتك اتكلمتي على زمن العبور واتكلمتي على الاجراءات الموجوده، لكن كمان الامان مهم لان بقى في طرق كتير طبعا، مساحه كبيره من خط القناه مزدوج. الغاطس بتقيت 24 متر، فدي قادر تستخدمي او تستقبلي حاويات او سفن ضخمه جدا. الحمد لله ال 1.4 وصلنا بقى السنه دي، السنه اللي فاتت ختمت 2022 ب 1.4 مليار طن حجم البضاعه والتجاره اللي عبرت من قناه السويس. 12% من التجاره العالميه دي نسبه مش قليله، نسبه كبيره جدا طبعا، لان كل البلاد اللي جنب بعض بتتبادل مع بعض، ده التجاره اللي عابره من الشرق للغرب. ف 12% دي يعني عايزين نتكلم كمان على الصناعات البحريه، لان احنا دلوقتي بقى عندنا كمان وفي اهتمام كبير ان احنا يبقى عندنا صناعات بحريه احنا اللي بنعملها. عندنا صناعات بحريه، عندنا سياحه اليخوت طبعا، عندنا دور الهيئه في التنميه. يعني واحد يقول لك ايه علاقه قناه السويس ببحيره البردويل؟ مطلوب منهم توصل 11000 طن بعد ما كانت 4000 طن. بالمناسبه بحيره البردويل هي داخله في الخطه القوميه لتطوير بحيرات مصر. 342000 عائق وطن اتشالوا منها في التطوير، 342000 في بحيره كان فيها 2000 صياد سيناوي بيشتغل. دلوقتي قناه السويس يعني ملزمه امام سياده الرئيس انها ترفع نسب الانتاج فيها الى 11000 طن سمك ان شاء الله سنويا. كل الشكر طبعا ضيفنا الكريم الاستاذ احمد رفعت الكاتب المحلل السياسي، كل هذه القراءه يعني المستفيضه بالتاكيد بتشرفنا وبتفيدنا يا فندم. ربنا يخلي حضرتك، شكرا لوجود حضرتك معانا.